تحياتي لكل المتابعين. بعد انقطاع لفترة لا بأس بها عنكم وعن الحديث عن مواضيع مرتبطة باللاجئين وباللجوء، في الحقيقة لم يكن هناك شيء جديد يذكر ولم تكن هناك قرارات جديدة أيضا يعني مهمة في هذا الإطار، موضوع اللجوء واللاجئين. هناك فقط خبر تم تداوله تقريبا من 3 أسابيع أو شهر حول فضيحة دائرة الهجرة واللاجئين البامف في مدينة بريمن، وعلى أثره تم إقالة بعض الموظفين. هي فضيحة رشاوى تم تقاضيها من قبل بعض الموظفين، ولمنح إقامات لجوء لما يقارب 1300 حالة بطريقة أو بشكل غير قانوني كما تم وصفه على وسائل الإعلام ومن قبل وزارة الداخلية. وحاليا وبشكل مؤقت تم منع دائرة الهجرة واللاجئين من إعطاء إقامات اللجوء لطالبي اللجوء. ما عدا ذلك هناك أخبار عن قرارات بخصوص لم شمل للحاصلين على الحماية الفرعية أو ما شابه من قرارات، طبعا لا يوجد شيء من هذا الشيء، كلها إشاعات. أي خبر يصدر نطلعكم عليه بالدلائل يعني، وليس فقط كلام فيسبوك أو كلام مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم حديثنا في الحقيقة لا ينفصل عن الوجود الأجنبي على الأراضي الألمانية، سوف أتحدث عن ألمانيا بحكم وجودي في ألمانيا، وقد ينطبق الأمر على دول أخرى من هذا العالم، لكن معايشتنا لظاهرة سأتحدث عنها اليوم، مشاهدتنا أو مشاهداتنا لهذه الظاهرة أنا وغيري وأعتقد كثير من المتابعين بيلاحظوها، هي أن هناك مصيبة نعاني منها اليوم نحن المتواجدين الأجانب طبعا المتواجدين في ألمانيا. هذه المصيبة تتمثل بأن هناك فئة مريضة تعاني مرض نفسي عقلي اجتماعي أخلاقي، يعني هاي الفئة تعتقد بأنه هاي البلد هي بلد أبوها وهي بلد اللي خلفوها وأنه هي الوحيدة اللي إلها الحق بالبقاء في هذه البلاد، وما عداها يعني لازم يرحلوا ولازم يطردوا من هذه البلاد. يقابل هذه الفئة فئة أخرى تعتقد نفس الاعتقاد وتعاني من نفس الأمراض النفسية والاجتماعية والعقلية، وفئة ثالثة ورابعة إلى ما هنالك، بتلاقي هؤلاء الناس عم بيوزعوا أحكام على بعضهم البعض إنه أنت لازم ترحل وأنت وأنا لازم أضل، أنا في بلادي في حرب أنت بلادك ما فيها حرب، أنا ملاحق أنت مانك ملاحق، شو قاعد عم تعمل بهاي البلد؟ بيسألوا شو قاعد عم تعمل بهاي البلد؟ شو لك علاقة فيه أنت شو قاعد عم تعمل بهاي البلد؟ بالتاني بيسألوا أنت شو قاعد عم تعمل بهاي البلد؟ روح عمر بلدك وروح حارب وروح قاتل وروح جاهد وروح ما بعرف شو. طبعا نتيجة هذا الكلام وهذه الأحقاد منلاقي بأنه حالة من العنصرية اللي للأسف تفوق كل عنصريات الألمان وكل عنصريات العالم كله. نحن للأسف عنصريين تجاه بعضنا البعض، طبعا نحن يعني نرفض كل أشكال العنصرية، أنا أرفض كل أشكال العنصرية ضد أي أمة وضد أي شعب وضد أي دين وضد أي طرف، مهما اختلفت معه بالرأي، مهما اختلفت معه بالتوجه، مهما اختلفت معه بأي شيء، لكن للأسف هاي الفئة اللي أنا عم بحكي عنها هي يعني عنصريتها هي تجاه بعض البعض. على القليلة نحن إذا بنشوف بعض الأمم اللي عندها عنصرية تجاهنا تجاه العرب وتجاه المسلمين، يعني قد تكون عنصريتها مبررة يعني قد، لكن أما نحن عنصريتنا تجاه يعني أنت عنصري تجاه اللي من نفس دينك واللي بيحكي نفس لغتك واللي جاي من نفس بلدك وبتحقد عليه وبتكرهه وبتحسده إذا حقق خطوة للأمام
في حياته، إن كان هون وإن كان في أي مكان من العالم. فراغ عايشينه كتير من الناس هون في ألمانيا، ملتيين ببعضهم، ملتيين بالحكي على بعضهم، ملتيين بحسد بعضهم. بتلاقي السوري بيكره العراقي، والعراقي بيكره السوري، والكردي بيكره العربي، والعربي بيكره الكردي، ومعارك طاحنة بتلاقيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالكلام. وقد تصل يعني هون صرنا نسمع، الحمد لله يعني صرنا نسمع معارك شجارات بين ناس سوريين وناس أفغان وناس عراقيين ولبنانيين وفلسطينيين وما بعرف شو. يعني أخبار مؤسفة وحالة مؤسفة، ويعني عنصرية مفرطة بين الناس، ومصيبة، يعني مصيبة كبيرة نعاني منها للأسف. كما قلت، المشكلة هي بالفراغ اللي عم بيعيشه هؤلاء. ما حدا بده يشتغل، ما حدا بده يتعلم، ما حدا بده يحقق خطوة للأمام، قاعدين لا شغلة ولا عملة. إذا واحد فتح مطعم بنحسده، طب قوم تحرك، حرك حالك، اشتغل، حاول تلاقي شغل، منين جايب مصاري؟ إذا واحد لقى فرصة عمل بنحسده، إذا واحد أخذ شهادة سواقة بنحسده. ونحن قاعدين بس شغلتنا الحسد، وشغلتنا نوزع صكوك بالأخلاق. وأحكام على هذا لازم يتواجد، وهذا لازم ينطرد، وهذا لازم يرحل. هو كل السبب الألف باء اللغة، واحد مو عاجبه وجود الشخص الثاني. هناك اعتقاد يعني الموضوع ليس فقط يعني بين هذا من جنسية الفلانية والثاني من جنسية أخرى، لا، الموضوع أيضا داخل، يعني إذا جينا على سبيل المثال بين السوريين، السوريين القدامى والسوريين الجدد. هناك اعتقاد سائد عند البعض بانه عن بعض اللي اجوا جديد الى المانيا من سنتين وثلاث سنين واربع سنين، بانه متواجدين من 20 سنه و30 سنه بيكرهوهم، وكانه جايين قاعدين على سفرتهم او عم بياخذوا من اموالهم. وهناك اخرين من اللي صار لهم 30 سنه و20 سنه بيعتقدوا انه اللاجئ بيكرههم، او الجائع حديثا بيكرههم. يا اخي، في ناس، صح، في ناس تكره. طب ما انتم بتكرهوا بعضكم، يعني ما انتم يعني اللي اجى حديثا من اللاجئين بيكره بعضه. هذا كردي، كون اثنين جايين سنتين صلون او ثلاث سنين، هذا انت كردي ايش جابك لهون؟ انت عم بيعطوك اقامه لجوء، ان حصل على اقامه ثلاث سنين والثاني حصل على اقامه سنه، بتلاقي نتفوا بعض وقتلوا بعض وسبوا بعض وشتموا بعض، وشيء يعني شيء من العنصرية عن جد المفرطة للأسف، وللأسف الشديد حقيقة. أعزائي، موضوع العنصرية موضوع كتير كبير ومشاهدات كتير كبيرة. أنا لن أطيل بهذا الإطار، حبيت من خلال هذا الفيديو، يعني أنا ضوي، ويعني هو فيديو توعوي أكثر ما هو فيديو يعني إلقاء لوم على فلان أو إلقاء لوم على آخر. هو عبارة عن توعية للناس، وهو عبارة عن يعني عتب على أبناء نفس البلد، وعلى أبناء نفس الأمة، وعلى أبناء نفس الدين. كل واحد يلتهى بشغله، كل واحد يلتهى بحياته، اتركوا الناس تعيش حياتها. هناك قانون يعني يشرع وجود هؤلاء بغض النظر مين كانوا على أراضي هاي البلد. مو بلد أبوك ولا بلد اللي خلفوك، هاي البلد تحكمها قانون. هذا القانون يشرع وجود هذا الشخص أو ذاك الشخص، إن كان في بلاده حرب ولا ما في بلاده حرب، طالما معه إقامة قانونية فهو مشرع وجوده في هذه البلاد. وانت التهى بحالك والتهى بحياتك وحقق تقدم وكون أحسن من هؤلاء الناس للأسف. يعني لم نطيل أكثر من هيك. بهذا الشهر الكريم للأسف بتشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي مسبات وبالتعليقات، يعني وتنم عن أحقاد وعن كراهية. الشخص نفسه بتلاقيه عم بيسب بتعليق، بالتعليق اللي بعده عم بيسأل وين في مساجد للصلاة وللعبادة وللتقوى. حالة من الشيزوفرينيا يعاني منها
كتير من شبابنا وكتير من شعبنا. شكرا لكل المتابعين، نلقاكم إن شاء الله في فيديوهات لاحقة في مواضيع يعني إن شاء الله تكون إيجابية أكثر من هيك. شكرا لكم.